اهلا بيكم ومرحبا في قناتكم قناه روزا تشانل وفيديو جديد على مسلسل انت اترك بابي. قبل ما نبدا حط لايك للفيديو سبسكرايب للشانل. بلا بلا نبدا. ايدا وسركان هيكونوا في نفس المطعم وهيتقابلوا؟ انا بقول لا. ليه؟ هم كانوا موجودين في نفس المطعم لكن ده عشان الكورونا ما يقدروش ياخدوا تصريح لاكتر من مكان يصوروا فيه، عشان كده هم علميا في نفس المطعم. عمليا هنعمل نفسنا وهم يعملوا نفسهم انهم في مطعم مختلف، وبالدليل ان في الاعلان هيظهر ان ايدا بنفس الملابس لكن على وجهها في حزن واصدقائها في الخلفيه، وكده ايدا وسركان مش هيقابلوا بعض في نفس المكان. كمان الظرف اللي ظهر في الاعلان وكانت بتكتبه سلين في الشركه، لو لاحظتم هتلاقوا مكتوب عليه سركان بولان، وايضا هتلاقوا في المشهد صندوق في طرف الشاشه كده مش باين قوي لكن معروف في المسلسلات التركيه ان الصندوق ده معناه انها لمت كل حاجتها اللي على المكتب ومشى من الشركه كلها. هل كده دورها ينتهي في المسلسل؟ يجي هنا الكلام الولد النمام كتب بوست على حسابه وقال ياتي احدهم ويذهب احدهم. هل هنا يقصد ان الممثله اللي هتيجي جديد مكان ايفا وايفا هيمشي ام سيلين هي اللي هتمشي؟ لو ايفا فهو قال من فتره ان هو هيمشي، فتوقع الكلام على سيلين انها بتكتب رساله لانها هتسيب سركان وايدا في حالهم وهتمشي او هتسافر ودورها ينتهي في المسلسل، ولا انتوا ايه رايكم؟ والممثله الجديده هي اللي هتكمل مكانها؟ ونكمل في موضوع الممثله الجديده. انضمام ممثله جديده للمسلسل انت اترك بابي بعد ذهاب ايفا اكمان او علي درور، وهي الممثله إليدا تشفيك بشخصية بلجة من أعمالها مسلسل اشرح أيها البحر الأسود، ومصدر خبرها الصحفية بيرسن اللي دايما أخبارها بتكون صح وعمرها ما قالت حاجة غلط. وبالنسبة هي هتعمل ايه في المسلسل أو دورها هيكون ايه؟ دورها هيكون شرير وهتكون طرف تالت في حكاية ايدا وسركان، يعني أتوقع هتكون حبيبته السابقة وهتظهر في الحلقة اللي جاية على طول. كمان ايدا طول الإعلان تقريبا لابسة نفس الجاكيت الأزرق، وفي الصور هنلاقي إن ايدا وميلو بيضحكوا بعد ما بيشوفوا ألفار وإيدان نايمين جنب بعض في بيت ايدا، وبعد كده بيجي سركان وبيبقى عايز يبين لها حب وخطته في انه يرجعها، وده انا فكرت فيه بسبب المشهد من الكواليس اللي اتسرب بالصدفه جدا، وكان في ميلو وايدا بيتكلموا مع بعض وبيسجلوا ان ايدا بتقول لميلو امبارح بلجة والنهارده سيلين، وبعد كده بتقول لها سيلين بتقول انها هتحاول احضار سركان لحياتها مره اخرى، بلجة دي حبيبته السابقه ولما تعرف ايدا وهتزعل من سركان، فعشان كده هيجي ويفكر في الخطه بتاعته اللي هيعملها، واللي هي هيروح لبيتها وياخد بريل وانجن اصدقائه ويطلبوا ايدا من ايفار عمتها ويقول والدته انت لا تطلبيها، وكأنه يعني دبسها في الموضوع ده كله، وان هو عايز يبين لها حبه ان انا لسه بحبك ومش هيهمني اي حد تاني. وبعد كده هيحقق الوعد اللي كان قاله لها في الحلقات السابقه ان هو هيخلصها من الخوف اللي عندها وياخدها على الفندق ويحاول يركبها الاسانسير ويخلصها من خوفها من الاسانسير والاماكن المغلقه. يعني الحلقه هتبقى مليانه باحداث كتير جدا جدا، انا متحمسه جدا للحلقه. شاركوني في التعليقات توقعاتكم عن الحلقه وعن الشخصيه الجديده اللي هتظهر في المسلسل. بس كده يكون الفيديو خلص، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، جرس الاشعارات عشان تشوفوا كل فيديو جديد بنزله على القناة. باي باي.